كتير وراح تلتقط أي تعرج بمقدار نانومتر. لحظة، يعني بنفس الطريقة اللي لقطت فيها طابة التنس يلي جواتها شوية مي. هلأ بين إيدينا هاي القطعة، شلناها من سطح طبقة الألومنيوم الأمامي لنشوف شو عم بيصير وراء الإزاز. معناتها كل هالآلات الموجودة هون هي لتعدل المراية بالنسبة لبقية المرايا الموجودة معها على نفس السطح. إيه هذا صحيح، يعني تقريبا بيتم استعمال المجسات لنعرف مكان القطع ووضعها حسب المطلوب، يعني مرتين بالثانية منشان تحافظ مصفوفة المرايا على الشكل البصري اللي لازم إلها. هذا كل شيء منحتاج إله. وهون التحركات والتعديلات صغيرة ومحددة. مزبوط. بالمناسبة التفاوتات البصرية بتتقدر بواحد بالألف من سمك الشعرة. معناتها لازم تحطها. صحيح. أي مزبوط. هاي عملية صف قطعة جنب الثانية. ما هيك؟ بمقدار واحد بالألف من سمك الشعرة. هالشي دقيق كتير. هذا هو. بناء مراية من قطع حل عبقري وبيقلل الوزن كمان. المذهل انه مراية كيك المركبة اكبر 4 مرات من مرصد هيل، ومع هيك ما نقت الوزن. مجسات الثيرامين بتسمح لمرايا كيك انه تأمن وضوح وتحليل، بيمكنهم من تمييز الضوء الامامي لسيارة على بعد 800 كيلومتر. بيأسرك النظر للمراية لأنه بيظن معظمنا أنه ما شاف مثل هيك شيء مصنوع بهالكمال والتكلفة العالية. على فكرة وقت اللي انصنعت كلفت الوحدة $1,000,000، ومن جهتنا نحن منعملها على أنها أغلى شيء منملكه. بس المراية المصفوفة بشكل مثالي ما بتكفي لرؤية الصور المذهلة من الفضاء، لازم صقل الزجاج نفسه بشكل ممتاز، وما بقصد فركه بقطعة ملابس، لا، هذا اسمه صقل دقيق. فكروا بصقل ذرة ذرة وراح تعرفوا المقصود. معناتها كيف ممكن تحقيق مثل هيك شيء؟ بالرمل. راح نسقل. مشان نشوف مجرات بتبعد ملايين مليارات الكيلومترات بيحتاج مقراب كيك جمع كميات ضوء كبيرة. وهذا هو اللي بتعمله المراية الضخمة. بس لنشوف التفاصيل الدقيقة لمجرات بعيدة ومعتمة بتحتاج مراية كيك الكبيرة انه تكون مالسة كتير. فأي خلل بيشوه الصور وبيسبب فشل التجربة كلها. بننتقل للرابط التالي يلي بيرجعنا لسنة 1871 بعد الحرب الأهلية الأمريكية. بنجامين شو تيلمان كان جنرال جيش الاتحاد. بتقول الأسطورة إنه تيلمان شاف بقى عم تنقام عن الشبابيك بالرمل اللي عم تحمله رياح الصحراء. يمكن هالشي صحيح. تيلمان قام باختراع آلة بتطلق ذرات صغيرة كتير وبسرعة عالية. آلة تيلمان بالوقت الحالي موجودة وين ما رحت لإزالة الصدأ أو الدهان أو الطين، وهي الرمل. خلونا نشوف كيف بتسقل الطلاء على جناح السيارة. أنا زرت صاحب ورشة مستر ساندمان بهاواي، السيد بوب فريمان. إذن هون بصير كل شيء. هون غرفة الصقل بالرمل. مبين إنكم خلصتوا شغل. هي فتحة إطلاق الرمل. المادة القاشطة بتنطلق من هالفتحة أسرع من الصوت. أسرع من الصوت؟ صح، بيتم توجيهها على السطح، والجزيئات اللي عم تطلع من الفتحة راح تزيل الغطاء وقت اللي بدها تسقله. منيح. إذن منحملها هيك ومنوجهها لهني. أنا بشوف إنك تحطها هيك لأنه ممكن ترجع لورا، وهذا اسمه تحكم الرجل الميت، لأنه إذا فقدت الوعي أو تفركشت بينكسر حتى الرمل ما يسبب لك أذى.
ما بدي جربه هلا. بدي اسقل هاد مو انا. طيب هذا بيرجع لك، ثبت الفتحه. رح ثبتها. شايف هذا الزر؟ لاثبت اني مالي ميت. هذا زر الامان، مسكه وكبيس واستعد للاطلاق. منيح، هي هي المرحله النهائيه للشغل، بحتاج لهاد. طيب رح اطلق، رح نبلش الصقل بالرمل. اوه شو هاد؟ يا سلام، يمكن اتعود على هاد. المسألة مسألة تعود، رح يضطروا لجري من هون. نجح طبعا، هذا بينفع من وقت ما اخترعوا تيلمان، بس كمان هو مفيد لأجزاء السيارات. بس لما بدك تقوم بعمل أداء حتى الرمل ما رح يكفي، وحتنتقل لمستوى مختلف، مستوى ذري. ما فيك تسقل مراية باستخدام الرمل، لأن ما حتخليها مالسة كفاية. ولنحصل على مراية مالسة لازم نطلق عليها جزيئات أصغر ملايين المرات من حبة الرمل. بس كيف؟ بعد مئات السنوات من اختراع تيلمان الرمالة، بنى المخترعين البصريين آلة إطلاق ذرات من فردة. من دونها ما حتقدر مرايا كيك من إنتاج صور مركزة. بتستعمل التكنولوجيا كمان لتحليل خلايا سرطانية من فردة. الرامي البارع الدكتور أنتي بوشبي حيورجيني طريقة عملها. إذا هذا هو، هي آلة الإطلاق الذرية؟ اللي شو بتسموها أنتو بالحقيقة؟ هذا مجهر إلكتروني ماسح بيئي ثنائي الإشعاع. ثنائي الإشعاع؟ هذا المجهر مخصص ليفحص الأشياء، بس أنا حابب أعمل صقل للأشياء بمستوى ذري. هالشي ممكن لأنه مجهر ثنائي الإشعاع، عنا شعاع إلكتروني بيطلع من هون ومنستعمله منشان نشوف نماذج، وعنا إشعاع عيوني منستعمله لقطع النموذج بدقة عالية. الأيونات هي ذرات مشحونة كهربائياً، بتقدر إنه تقص الأشياء ذرة ذرة. أندي حيورجيني الطريقة، ومشان العلم اتبرعت بوحدة من شعراتي للاختبار. هاي تضحية كبيرة ما هيك؟ آه هداك شعري؟ وحدة من شعراتك هون لزقتها بالصمغ، شايف كيف؟ الشعر ليكو هون. كيف فينا نقرب بهاد؟ فينا نقرب ونشوف. طلع، رح قرب أكتر هون، شايف حجم شعرتك؟ خلينا نشوف وحدة من القشور. الصورة يلي ملية الشاشة هلأ هي وحدة من شعرات راسي؟ شو رأيك نجرب نكتب اسمك عليها؟ شو عم تمزح معي؟ ما عم بمزح، فيني أعمل هالشي قدام عيونك. عالشعرة؟ والله شي ما بتصدق. عالشعرة، شوف. نحن منعرف إنه شعاع الأيون بيعطينا 23 مليون ذرة بالثانية، ببقعة بيكون عرضها 50 ذرة. شوف بلشت الكتابة. تم تكبير هالصورة 5000 مرة. حرف الآي الموجود بريتشارد بيبلغ عرضه 1000 ذرة. كتير فعالة هالطريقة بحالة الصقل بالرمل. معك ملايين وملايين من الأشياء المنطقة. هي بالحقيقة صغير كتير. مزبوط، أصغر بكتير وأكتر تعقيد، لأنه اسمي يا دوب حنلاحظه فوق عرض شعرة واحدة مثل ما لون بيّن. واحدة من شعراتك. وكيف بدنا نستخدم هذا مشان الصقل؟ طيب نحن منتحرك بالشكل عمودي على السطح، وإذا بدنا نصقل شي مالس رح نطلق الأيونات بزاوية منخفضة كتير على السطح منشان تزيل الأيونات المناطق العالية من السطح، وكمان منشان تخلي أملس أكتر. معناتها هالعملية اللي بإمكانها حفر اسمي بعرض شعرة مثل ما عم تقول
بتتطلب جهد كبير. إذا بدي أحصل على سطح مالس ومسقول كتير بتلقى بزاوية أكتر حدة ومو عمود.